بسرعة هناخد مع حضراتكم هذا الحدث الكبير اللي أعتقد أنه لا يسعنا أننا ناخده بسرعة. دكتور محمد ثروت أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا، أحد الوجوه المصرية العلمية المشرفة. زي ما بقول لحضراتكم كده، دكتور محمد ثروت اشتغل على حاجة في غاية الروعة. الأتوثانية زي ما العلم بيقول لنا أنها واحد على يعني مليار من المليار من الثانية، يعني زمن قليل جداً. وبحسب التطبيقات العلمية والآخر دوريات علمية، هي ملخص لسرعة حركة الإلكترونات. يعني إحنا بنتكلم أنه سرعة الجزيئات فيمتو ثانية، سرعة الإلكترونات في الذرة، أنتم متخيلين بقى الدقة، هي الأتو ثانية. دكتور محمد ثروت عمل إيه؟ نسأله على طول. دكتور محمد ثروت مساء الخير وأهلا بحضرتك، منورنا. مساء النور دكتورة تينا، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني طول الوقت الحديث والمتابعة للعلم والتفاصيل الفيزيائية الدقيقة بتخلينا عايزين نقفز كده على طول إلى تطبيقات هذا العلم. خلينا في البداية نقول تاريخ التعرض للأتو ثانية، لأن احنا مثلا ما كناش نسمع عن الفيمتو ثانية لحد ما دكتور زويل أخذ نوبل، ما نسمعش عن الأتو ثانية لحد ما احنا منتظرين برضو نوبل لحضرتك قريبا. يعني شكرا جزيلا. في البداية بس بحب أشكر السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والقنصل المصري والقنصلية المصرية بلوس أنجلوس للتواصل ورسالة التهنئة على البحث الأخير. بالنسبة للآتو ثانية أو القصة بتاعتها بتبدأ إزاي، علشان خاطر نوضح بطريقة مبسطة للسادة المشاهدين، الفيمتو ثانية والآتو ثانية ده مقياس زمني. المقياس الزمني ده هو أسرع مقياس زمني تم قياسه لغاية دلوقتي، وده بنقدر نقيس بيه حركة الذرات والجزيئات داخل المادة، وده الفيمتو ثانية. في داخل الذرات بقى في الإلكترونات اللي هي أصغر في الحجم ولكن سرعتها أكبر، والسرعة بتاعة حركة الإلكترونات جوه المادة بتكون في الآتو ثانية. فالآتو ثانية ده مقياس. طب إزاي نقدر نقيس أو نرصد حركة الإلكترونات اللي بتمشي بهذه السرعة الرهيبة؟ علشان خاطر بس الناس بتقول اكتشاف، المقياس الزمني ده موجود طول الوقت، ولكن الفكرة إزاي نقدر نشوف الحركة بتاعة الإلكترونات اللي بتتم بالسرعة الرهيبة ده؟ قدرنا نرصده بتطوير ليزر سرعته مكافأة لسرعة الإلكترونات. فلما بنحب نصور أي حاجة متحركة لازم نتحرك بسرعة مثلها أو أسرع منها، علشان تقدر الصور بتاعتنا تكون واضحة وترسم لنا تفصيل من بداية الحركة لنهايتها، وبالتالي نقدر نفهم البيهيفير أو السلوك الحركي بتاع الإلكترونات جوه المادة. طيب إيه الجزء كمان المتخصص في البحث اللي إحنا نشرناه، وده اللي يعتبر جزء أكبر كمان؟ قدرة على التحكم في حركة الإلكترونات. أنا مش بس بقدر أرصدها وأقول إن هي اتحركت من البوينت ألف للبوينت ب داخل المادة، لا، ده أنا بقدر أغير المسار ده باستخدام ليزر الآتو ثانية، وأقول لها بدل ما تتحركي من النقطة ألف للنقطة ب، اتحركي من النقطة ألف لجيم على طول. أو دكتور، اللي حضرتك بتقوله ده مذهل، يعني اللي حضرتك بتقوله ده مذهل بكل الطرق لأي حد يقدر يتخيل كل قوانين الفيزياء. يعني حضرتك ممكن تغير في طبيعة المادة، يعني ان انا اقدر اتحكم في حركه الالكترونات، ده يغير في طبيعه الماده، مش كده؟ بالظبط، لان حركه الالكترونات داخل الماده وطريقه تكوينها هي المؤثر الاساسي في شكل الماده اللي عندنا ايه. فمثلا عندنا التركيب الالكتروني جوه الازاز بيقول ان الازاز ده لا يمكن يوصل الكهرباء مثلا، لان هو ماده عازله. خلاص، لكن قدرتنا على التحكم في حركه الالكترونات في غير المسار الطبيعي اللي هي بتمشي فيه باستخدام اداه اللي هي الاتو سكند ليزر او ليزر الاتو ثانيه، بشيب بشكل مختلف، بشكل طول موجي او شكل موجي مختلف، احنا بنقدر نحدده قبل ما نشتغل على التجربه، وبالتالي بنقدر نقول له بدل ما انت مادة عازلة وصل للكهرباء في زمن الآتو ثانية. العقل ممكن يتخيل تطبيقات لا حصر لها، لكن العلم كمان ممكن يقول لنا تطبيقات مبدئية كده رصدتوها للاكتشاف المذهل ده.
التطبيق الأولي للاكتشاف ده إن إحنا نقدر نتحكم في قدرة التوصيل الكهربي داخل أي مادة في هذا الزمن السريع اللي هو الآتوثانية، ده بيخلينا نتحكم نعمل إلكترونيات جديدة اللي بتقوم في المقام الأول على القدرة على التحكم في التيار الكهربي، إن إحنا نعمله تيرن أون أو تيرن أوف، نخليه موصل أو غير موصل. في الطبيعي او في كل الالكترونيات اللي موجوده عندنا ده بيتم في زمن اسمه النانو ثانيه، وده 1000 مليار من الثانيه. انا بعلي ده بمليار مره باستخدام الاتو ثانيه علشان اخلي حركه السويتشنج او التحول من موصل لغير موصل تتم في زمن الاتو ثانيه، وبالتالي ده ممكن يكون الاساس اللي نبني عليه تصنيع الكترونيات في المستقبل. كل العلماء بتسعى ليها، بتسمى الإلكترونيات الضوئية اللي بتعمل بسرعة الليزر، وبالتالي تدينا سرعة أكبر مليار مرة من السرعة بتاعت الإلكترونيات المتاحة في الوقت الحالي. حضرتك تقدري تتخيل الإلكترونيات داخلة في كل مناحي الحياة في حياتنا، طبعا وبالتالي أنا عندي قدرة إن أنا أنقل معلومات، أقدر أشغل أجهزة بكفاءة أعلى بكتير من الكفاءة اللي موجودة عليها حاليا. وطبعا احنا ممكن نتخيل ده لو بصينا ل 20 سنه قبل كده، كنا مثلا بنستخدم التليفونات في اجراء الاتصال مش اكتر. النهارده بالظبط بنستخدم التليفونات في نقل محتويات، معلومات صور او فيديو او مالتي ميديا، او دي كلها ديتا عايزه تتنقل في سرعه معينه. فلكن لما بعد كده ممكن ننقل فيديوهات او ديتا بسرعات او بقدرات اكبر مليار مره من القدره الحاليه، مش شرط بس تكون عن طريق اجهزه الاتصالات والكمبيوتر، ممكن كمان نقل معلومات من الارض للمراكب الفضائيه اللي بتطلع في رحلات استكشافيه في الفضاء. دكتور محمد، أنا كمان بكرر شكري مش بس لحضرتك لكن للي عرفنا باللي حضرتك بتعمله. الكلام حضرتك بتقوله خطير، ونقلات قفزات كبيرة جدا، مش بس نقلات في العلم وتطبيقاته. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ثروت، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا. بالمناسبة بعد ما شكرنا كده دكتور محمد خد واحدة من المنح التي لا تمنح أبدا لحد بيدرس فرادة، وده بيقول لنا قد ايه قيمه هذا الكشف العلمي وتطبيقاته اللي حقيقي ما ينفعش نقول عليها اقل من مذهله في المستقبل.